مساكم الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يبحث أوضاع المواطنين في الوادي والصحراء. مدينة سيون تشهد حراكا سياسي خلال الأيام المقبلة. اختتام منافسات الرماية وفك وتركيب الأسلحة لوحدات المنطقة العسكرية الثانية. أهلا بكم. التقى وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني اليوم بمدينة سيئون الدعاء وأصحاب الفضيلة العلماء، وذلك في ختام زيارة معالي وزير الأوقاف لوادي حضرموت التي استغرقت 5 أيام. وأعرب وزير الأوقاف عن إعجابه بما شاهده من تنوع وانسجام بين علماء حضرموت، ودعا الوزير العلماء إلى أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية الشرعية وولي الأمر وتوحيد الكلمة ولم الشمل في مواجهة الأخطار التي تحيط بالوطن والحفاظ على الوسطية والاعتدال. بدوره أشاد المحافظ البحسني بدور رجال الدين في توحيد الكلمة ونبذ التطرف، وأكد على دورهم المهم في الانبراء للسلوك والأخطار التي تحدق بالمحافظة. بحث محافظ محافظة حضرموت اليوم بمدينة سيئون مع المسؤولين في السلطة المحلية بالوادي والصحراء والقيادات العسكرية والأمنية أوضاع الوادي وأحوال المواطنين واحتياجاتهم الضرورية، حيث التقى المحافظ بحضور وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بديوان الإدارة المحلية بسيئون، وكيل المحافظة للشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، والوكلاء المساعدين وقائد المنطقة العسكرية الأولى ومدير أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العبثاني. وبحث المحافظ معهم كل على حدة أوضاع مديريات الوادي والصحراء واحتياجات المواطنين الضرورية. قام محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني بزيارة لمبنى الإدارة المحلية بمدينة سيئون، اطلع خلالها على نشاط السلطة المحلية بالوادي والصحراء، واستمع المحافظ من السلطة المحلية بالوادي والصحراء إلى أهم المشاريع الحيوية المعتمدة من لجنة المناقصات بالوادي والممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط. وقام المحافظ بتعميد هذه المشاريع وشدد على سرعة إنجازها وفقا للدراسات والفترة المحددة للتنفيذ، وتقاربت كلفة الإجمالية لهذه المشاريع 7 ملايين دولار بتمويل من حصد مبيعات النفط. كما اطلع المحافظ على المشاريع الجاري تحليلها في لجنة المناقصات بالوادي والصحراء البالغ عددها 21 مشروع بتمويل من حصة مبيعات حضرموت من النفط. ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اليوم مع مدير عام المالية بوادي وصحراء حضرموت عوض العجيم سير المشاريع الجاري تنفيذها واستئناف عمل المشاريع المتعثرة من مشاريع تربوية وصحية وطرقات وبناء مدارس وكليات. واستمع بن حبريش من مدير عام المالية إلى شرح موجز عن سير إنجاز المشاريع التنموية مديريات الوادي والصحراء والصعوبات التي تعترض سير العمل من تقلبات في العملة والمواد التي يحتاجها المقاولين من الخارج لسرعة تنفيذ المشاريع. وشدد وكيل أول حضرموت على متابعة المقاولين في سرعة تنفيذ المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد، مشيدا بنشاط مكتب المالية وفق أسس النظام المحاسبي الحديثة في إدارة السجلات والدفاتر المالية ورفع كافة العمليات المحاسبية في الوقت المحدد. من جانب آخر، قدم وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي واجب العزاء لأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف أفراد كتيبة المهام الخاصة كتيبة الحضارم الأسبوع الماضي وأسفر عن استشهاد 4 أبطال. جرى ذلك خلال زيارته اليوم منزل شهيد الواجب الجندي سعيد عوض بافريجا. وأشاد الوكيل بن حبريش بمناقب ومواقف الجنود الأبطال في خدمة وطنهم ومساهمتهم في مطاردة الأوكار الإرهابية وعناصر الشر، منوها إلى أن هؤلاء الأبطال أفنوا حياتهم وهم يؤدون واجبهم الوطني والأمني في منطقة سوم بهمام بمديرية سيئون. وأعرب الوكيل بن حبريش والوفد المرافق له عن بالغ الأسف لهذه الحادثة الإجرامية، مقدما تعزيه الحار ومواساته لأسر الشهداء، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته
وأن يسكنهم فسيح جنات وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون. تشهد مدينة سيون حراكا سياسي خلال هذه الأيام بعد أن شهدت تحركات أمنية كبيرة خلال الأيام الماضية، إذ اجتمعت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لترتيبات غير معلنة تحسبا لعقد جلسة للبرلمان اليمني المزمع إقامتها بسيئون. وشدد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش على الاستفادة من عقاد مجلس النواب في مدينة سيئون إصدار قرارات تخدم مصلحة أبناء حضرموت في المجال الخدمي والأمني. جاء ذلك خلال زيارته لرئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الله صالح الكثيري، هذا في الوقت الذي يندد الشارع الحضرمي بعقد جلسة البرلمان المنتهية صلاحيته في ظل ما تعانيه المحافظة من تردي الخدمات الأساسية، مطالبين بتكاتف وتوحيد الصوت الحضرمي لما يصب في مصلحة أبناء حضرموت وانتزاع حقوقها. اختتمت المنطقة العسكرية الثانية اليوم منافسات الرماية وفك وتركيب الأسلحة لوحدات المنطقة ضمن خطة مسابقات الرماية من مختلف الأسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة تحرير مدينة المنكلا وساحل حضرموت تحت إشراف شعبة التدريب بالمنطقة الثانية، حيث أجريت منافسات الختام في فك وتركيب سلاح الآلي والمعدل والدوشكا في ميدان الجوية بمشاركة 15 وحدة عسكرية في المنطقة الثانية، حيث توج بالمركز الأول في فك وتركيب السلاح الآلي الجندي إبراهيم سالم بن سلم من الدفاع الساحلي، وفي المعدل حاز على المركز الأول الجندي عمر عوض بامليبد من سرية الحماية، وأما في سلاح الدوشكا فقد حصل الجندي بلال عادل قاسم من لواء النخبة الحضرمي على المركز الأول. وأشاد رئيس شعبة التدريب العميد ركن محمد بن غانم بمستوى المشاركين في منافسات الأسلحة، مشاركين إلى أن الهدف من إقامتها تنمية مهارات الرماية لدى جميع الأفراد وخلق روح التنافس الشريف بين الوحدات العسكرية. ناقش اجتماع عقد اليوم بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الأوضاع البيئية ووضع خطة احترازية لمواجهة مرض الكوليرا، وفي الاجتماع تم مناقشة جملة من القضايا بالأوضاع البيئية واستعراض الخطة الاحترازية لمواجهة مرض الكوليرا والأوبئة الأخرى المتوقع حدوثها مثل حمى الضنك بدعم من السلطة المحلية بالوادي والصحراء بعد إعلان حالة الطوارئ من قبل وزارة الصحة العامة والسكان وظهور الموجة الرابعة لمرض الكوليرا المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية. واختتم الاجتماع بإقرار الخطة الشاملة والمتكاملة للوقاية والحد من وصول الوباء إلى مديريات الوادي والصحراء. يواصل مكتب الأشغال العامة والطرق بمدينة المنكلا بالتنسيق مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي حملة لإزالة البناء العشوائي المخالف لشوارع أحياء منطقة الشرج. وأوضح مدير الأشغال العامة بمنطقة الشرج أنور الموسطي أنه تم تنفيذ الإزالة لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى فتح الشوارع، وأضاف إلى أن المكتب قد وجه تحذير لكافة المخالفين إخلائها وإزالتها طوعية، ما لم فإن مكتب الأشغال سينفذ الإزالة الجبرية تحمل المخالف تكاليف الإزالة، مقدما شكره لعمال الصرف الصحي على الجهود التي يبذلونها لإصلاح الأعطال المدفونة في الشوارع بمنطقة الشرج. تنطلق أواخر الشهر الجاري مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة المحبة والسلام لأندية ساحل حضرموت في لعبة الكرة الطائرة برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة وتنظيم اتحاد الطائرة. وأقر ذلك الاجتماع الفني للتصفيات الذي عقد بمكتب وزارة الشباب والرياضة بمدينة المنكلا، وضم قيادة اتحاد اللعبة وممثلين عن الأندية الرياضية. وفي الاجتماع حث مدير مكتب الشباب والرياضة اتحاد اللعبة على تفعيل النشاط الداخلي وخاصة للفئات العمرية وإقامة الدورات التأهيلية لمدربي وحكام اللعبة والسعي الجاد لانتشار اللعبة واكتمال حلقة الأندية التي تمارسها. وتم الاتفاق في الاجتماع على توزيع الثمانية الأندية المشاركة على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق الشعب والتضامن وهلال فوة ووحدة شحير، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق أهلي الغيل وشبيبة أديس ووحدة الحامية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يبحث أوضاع المواطنين في الوادي والصحراء. مدينة سيئون تشهد حراكا سياسي خلال الأيام المقبلة.
اختتام نفسات الرماية وفك وتركيب الأسلحة لوحدات المنطقة العسكرية الثانية. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. Thank you.